أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. في الكتاب المقدس تيجي وصايا من الله أو من ربنا للأنبياء عشان يدوها للناس. لو نبي من الأنبياء كسر وصية بيلاقي عقوبة من الله يمكن أكتر من الناس العاديين بيكسروا هذه الوصية. أخي مالك أهلا بيك. أهلا بيك أخت فرحة. هل نجد هذا النظام في القرآن، إن الله يدي وصايا للناس بس الناس لابد أنهم يلتزموا بيها، وكمان محمد لابد أن يلتزم بيها؟ دعنا نفحص الموضوع لقصة تاريخية معروفة. ذات مرة يقال بأن بعض المسيحيين واليهود حسب الروايات الإسلامية قالوا نحن أبناء الله وأحبائه، فأشار إلى هذا الموضوع سورة المائدة الآية 18. فرد على محمد قال يا جماعة لا يجوز لأحد أن يزكي نفسه. فرد عليه في آية النساء 49 وقال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. طيب. يعني لا تجوز أنت أن تفتخري علي أنك مسيحية أو أنك يهودية أو ما شابه. الله هو الذي يزكي. وفي مكان آخر في سورة النجم يقول أيضا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، النجم 32. فمحمد نصح بآيات قرآنية ما حدش يزكي نفسه، ما حد يزكي نفسه، وكان رده على اليهود والمسيحيين كما تقول الأخبار ما تزكوش نفسكم. نعم، أني خلاص أنتم ما تحكوا، والله هو الذي يعلم. طيب. من يعني أعلم الأفضل منكم. وذات مرة بتقول الأخبار أني بعد أحد الغزوات ويبدو صار في مشكلة ما ظهرت من قبل محمد تصرفاته. فأجوا ناس من المسلمين قالوا له يا محمد أنت شكلك كونك من قريش شكلك تحب القرشيين، أنت واضح يعني ميال لهم وبتدل القرشيين جماعتك. فرد له محمد وبالحرف والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. أمين في السماء أمين في الأرض، ده محمد. محمد قال وصف نفسه زكى نفسه أني لأمين نفسه. نعم، هو النقد إنه كان يحابي. فقال إني لأمين في السماء أمين في الأرض. ففي الحقيقة هذه العبارة المسلمون قفزوا عنها ما حاولوا يتطرقوا لها. ولكن اجى المفسر الرازي لما اطلع عليها احرجته. فقال ان في مشكله، صح نحن امام مشكله، الله ينصح الانسان ويامر في القران ان لا يزكي نفسه. وجاء محمد وقال انا امين في السماء امين في الارض. ايوه يعني زكى نفسه. نعم. فكيف هالمشكله؟ ففكر في الرازي في الاصحاح المجلد رقم 10 صفحه 130 قال بني لا، هذا الموضوع خاص بمحمد لانه محمد أن من حقه أن يزكي نفسه، هذا نوع من معجزات. يا سلام. فعمل له صياغة غير منطقية، اكتشف التعارض فقال هي نوع من الصياغة. طبعا إيه تعليقك في الموضوع ده؟ تعليقي بأني محمد يقول ذات مرة في القرآن أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم في سورة البقرة الآية 44، وهو ينصح الناس أن لا يزكي أنفسهم وقد زكى نفسه. إذن محمد ينقض القرآن الأقل في نصين، قال لا يزكي، لا يجب لأحد أن يزكي نفسه وزكى نفسه، يأمر الآخرين بالبر وهو نسي نفسه. وأتأمر يا الذين آمنوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا أكثر ما ينطبق على محمد. شكرا أخي مالك. شايفين هو يعني على رأس الجميع، الله يقول له وصايا ويجيبها على الناس كلها، بس هو عشان هو المعجزة أنه يكسر الوصية. هل المعجزة أنه يعمل الغلط، ولا المعجزة أنه زيه زي بقية الناس يمشي على وصايا الله المفروض ما فيش فيها لا عجمي ولا عربي ولا حد ولا أسود ولا أبيض، إلا كل خاضع تحت قانون واحد وناموس واحد؟ ما هوش معجزة يا جماعة. أنا من الآخر بقول لكم هو عاملها بنفسه، الطبخة عاملها بنفسه. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.